تقريبا بالقطر تقريبا وهي الفكره. لو حتى لو عايز تدخل كده لهلي في اللي هو المنشأ تعديه عوم صباح الفل، انت فاهم قصدي؟ هي الفكره في الموضوع انه الجمهور الانجليزي معروف ان هو جمهور عنيف ودايما بيخرج على النص. شفنا اللقطات بتاعت جمهور انجلترا بعد فاينل اليورو 2021 اللي هو كان المفروض ان هو 2020 يعني، بعد فوز ايطاليا شفنا جمهور الانجليزي بيعتدي على الجمهور الايطالي في محطات المترو بشكل عنيف جدا في لقطات اثارت غضب واستياء تقريبا معظم رواد السوشيال ميديا والمذيعين وكل الناس. هو معروف ان هو جمهور عنيف وبيحب يخرج عن النص. النهارده زي ما كان استاذ عصام بيقول بالظبط، هو فكره انه هما ما حاولوش يداروا، هما ما حاولوش يقولوا لا والله اصل دي لا عادي الكاميرات بتصور، وقالوا ان هما اجلوا، ما قالوش اصل عندنا مش مشكله تقنيه بس في الاضاءه بتاعه الكشاف اللي رابع يعني عارف. لا هو في شغب من الجمهور، هنأجل الماتش لحد ما نسيطر عليه. وزي ما استاذ عصام قال 37 كان 37 بيصفر، مفيش. الحكم الفرنساوي ده هو الحكم اللي حكم مباراتين للاهلي امام بالميراس وامام الهلال في كاس العالم للانديه، على الرغم من ان احنا كنا شايفين انه ظلم الاهلي شويه في مباراه بالميراس وقدم مباراه عظيمه جدا قدام الهلال، يعني مباراه تحكيميه لما الاهلي واجه الهلال. النهارده مثلا الجون بتاع ريال مدريد الاول اللي تم الغائه بتاع كريم بنزيما، ما تروحنيش لده لان انا هكلمكم فيه، لان ده ماشي. يعني الامور بالنسبه له فنيه وتحكيميه برضه هنقعد نتكلم فيها، ان انت من وجهه نظرك ايه وانا من وجهه لا ما هو سيبك من وجهه بس نظرك، خلينا نروح له بس يعني لا انا ما بتكلمش دلوقتي عن الحاله التحكيميه، انا بتكلم عن اداء الحكم. الاداء ما شفناش حد راح شتمه ضربه اعتدى عليه، ما شفناش ولا حد راح كلمه اصلا خالص. دايما هنا بتلاقي دايما بلاحظ استاذ عصام اللعيبه قبل ما الحكم او الفار يديله حاجه واقفين حواليه وانا برضو بقول ايه الحكم المفروض ليه دور. لا يا كابتن ده يعني بيدي انذار يا كابتن، بتدي وتاخد معايا بيدي انذار يا كابتن، انا بقول له خلاص يعني مش انت اديتني انذار كده وبضحى معقوله يعني. والفكره في الموضوع انه حتى الكردون الامني اللي بيتعمل حوالين الحكام المصريين وهم خارجين من الملاعب تحس ان هو خارج من يعني مش ممكن مش طبيعي. وضع مختلف طبعا، فاينل دوري ابطال اوروبا وهدف اعتقد انه هنروح له يعني، واللعيبه مفيش خالص. فلا في فوارق برضو كبيره طبعا، مع احترامي الشديد لكل كلام استاذ عصام انا متفق معاه في ثلاث ارباع الكلام، بس انا اعتقد انه في فوارق لانه ده لو حصل بيحصل مره مرتين في 50 سنة. عندنا بنشوفه في افريقيا كتير، ما بكلمش عن مصر، مصر يعني اخرها 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 انا بقول مصر احنا المانيا بتاعت افريقيا انا متفق تماما بتاعت الكاميرا، احنا شفناه في بطوله امم افريقيا كده وشفناه صعبه جدا، واللي كان استاذ عصام بيتكلم عليه بطوله كاس العالم 2021 هاندبول، فكره الالتزام بالبابل كونسبت طبعا، بولندا بعتت وفد رسمي من الحكومه البولنديه عشان تدرس التجربه عشان تطبقها في كاس العالم او بطوله العالم لكره اليد 2023، الحكومه اليابانيه بعتت عشان طوكيو 2020. احنا يا جماعه لو فاكرين شجعنا على الا يؤجل الاولمبيك جيمز مره ثانيه، ده حقيقي صحيح. طيب استسمحكم بس ان احنا نطلع لفاصل يلا بينا.